هل الخروج من المنزل لفتاة غير متزوجة بموافقة والدتها دون والدها الذي هو غير موجود، ثم بمعرفته في بعض الأحيان ومعرفة الأم، هل يجوز خروجها للسوق؟ ولكن ليس في كل وقت. أرجو أن توجهوني وتوجهوا أمثالي، ولا سيما إذا خرجت الفتاة دون ما حاجة وإنما لقضاء وقت الفراغ. جزاكم الله خيرا. المعروف من دين الإسلام المحافظة على المرأة وأن تبقى في البيت، لأن ذلك أحفظ لها وأحفظ لكرامتها وعفتها، ولا سيما إذا كانت شابة لم تتزوج فإن الخطر عليها شديد. والله تعالى يقول لنساء نبيه وهو عام لكل نساء المؤمنين: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قرن في بيوتكن من القرار وهو البقاء في البيت، فالمرأة المسلمة مطلوب منها أن تبقى في البيت ولا تخرج منه إلا لحاجة. حتى الصلاة في المسجد كونها تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا من الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا كانت تصلي في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مع أن المسجد موطن عبادة موطن طاعة، ورجحت الصلاة في البيت في حقها على الصلاة في المسجد، مما يدل على أن الإسلام يطلب منها مهما أمكن أن تبقى في بيتها لا سيما الشاب. وأما الخروج لحاجة فلا بأس به، ولكن بشرط أن تكون متستر تمام التستر، وأن لا تكون متطيبة ولا مظهرة لدينتها، وأن يكون خروجها بقدر الحاجة ثم ترجع إلى بيتها. فإذا توافرت هذه الشروط فلا بأس بخروجها من أجل الحاجة. أما خروجها لغير الحاجة فهذا لا يجوز، لأنه يعرضها للفتنة. كذلك خروجها ولو لحاجة إذا كانت غير ملتزمة بالشروط المذكورة من تجنب الطيب وتجنب الزينة وتجنب السحور، أنها لا يجوز لها أن تخرج على هذه الحالة. قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتبرج المرأة معناه تزينها وإظهار زينتها عند الخروج، لأن هذا ترتب عليه فتنة عظيمة. وما وقع في المجتمعات التي لا تبالي من الهلاك والدمار وخراب الأخلاق إلا بسبب التساهل في أمور النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه إنما هلك بنو إسرائيل بسبب نسائهم وتبرجهن وعدم التزامهن بأوامر الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. لابد من فضيلة الشيخ صالح من كلمة لولاة الأمور. ولاة الأمور من آباء الفتيات وأزواجهن وإخوانهن، وكذلك ولاة أمور المسلمين الولاية العامة من الأمراء وأصحاب المسؤولية في الهيئات، كل هؤلاء من ولاة الأمور، بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب عليهم أن يحافظوا على نساء المسلمين، فيجب على صاحب البيت أن يحافظ على نسائه اللاتي في بيته، لأنه راع ومسؤول عن رعيته. الله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وكذلك على أصحاب السلطة من رجال الهيئات والأمراء عليهم أن يرعوا أحوال المجتمع الذي تحت أيديهم، فيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ويمنعوا من تبرج النساء واختلاطهن بالرجال، ويتابعوا أحوال المسلمين ويتفقدوا أمورهم حتى يعالجوا ما يقع من هذه المشاكل بحكمة وروية، حتى يبعدوا المجتمع ويبعدوا البيوت ويبعدوا الأسر عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فإنه إذا أهمل هؤلاء مسؤوليتهم الخاصة والعامة حصل الفساد في الأمة وخربت الأخلاق. النبي والشاعر يقول: وإنما الأمم الأخلاق ما بقي، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فلا يتساهل في أمر الأخلاق بدعوى أن هذا من الحريات، أو بدعوى أن وجود الثقة كما يقولون الرجال والنساء. شيطان يتسلط والإنسان ضعيف إلا بعصمة الله سبحانه وتعالى وإعانته. على ولاة الأمور الولاية الخاصة والولاية العامة يتقوا الله في من تحت أيديهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.